السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن الفنان عادل إمام. الفنان عادل إمام يا جماعة بيعلن وصيته بعد تدهور حالته الصحية، وأقول لكم إيه سبب إن هو يكتب وصيته في الوقت اللي إحنا فيه ده، وأقول لكم كمان إيه وصيته اللي بجد صدمة أو مفاجأة من العيار التقيل. كمان أتكلم معاكم النهاردة في موضوع انهيار المطرب إيهاب توفيق بعد موت عيلته كلها يا جماعة بسبب السحر. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، أول موضوع هتكلم فيه موضوع الفنان عادل إمام. هقول لكم شوية تفاصيل عن الفنان وبعد كده هقول لكم إيه اللي حصل بالظبط. الفنان عادل إمام يا جماعة اسمه الحقيقي عادل محمد إمام بخاريني، ممثل أفلام وممثل تلفزيوني وكمان ممثل مسرحي، من مواليد 17 مايو 1940، عنده بالظبط 82 سنة، من المنصورة، زوجته اسمها هالة الشلقاني، مخلف منها محمد إمام وسارة إمام ورامي إمام، تخرج من جامعة القاهرة، عنده 8 أحفاد يا جماعة، عادل وعز الدين ورقية وخديجة وقسمت وأمينة وهالة وكاميليا، بيقول إن هما سر سعادته في الدنيا. بصوا يا جماعة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الفنان كتب وصيته، وامبارح الموضوع من امبارح للنهارده عامل ضجه بسبب الوصيه نفسها. الوصيه زي ما قلت لكم مفاجاه من العيار التقيل. بصوا يا جماعه، كل فتره نسمع عن ان الفنان عادل امام هيطلع وهيرجع وهيمثل ويعمل افلام وهيعمل مسلسلات وهيعمل مسرح، والكلام ده خارج من اولاده اللي بيطلعوا يقولوا كده. ليه طلعوا قالوا كده يا جماعه؟ طلعوا قالوا كده بسبب ان كل شويه ينزل خبر وفاه الفنان عادل امام على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبعا عشان ينهوا عن الكلام ده خالص او يقطعوا السنه الناس اللي بتطلع تعمل الاشاعات دي، قالوا ان هو كويس وان هو هيطلع ويعمل مسلسلات وافلام اليومين الجايين، بس الكلام ده كله اشاعات. هما بيقولوا كده بس عشان زي ما قلت لكم يسكتوا الناس اللي بتطلع تقول ان الفنان عادل امام مات. بصوا يا جماعه، هو الفنان عايش وكل حاجه، بس هو ما بقاش يقدر يقف قدام الكاميرا، ما بقاش يقدر يصور. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الفنان جاله مرض نفسي. ايه المرض النفسي ده؟ عنده حاجه اسمها وسواس قهري بالموت. كل ما حد يموت يقعد يقول الدور عليا، حاسس ان انا الدور عليا، حاسس ان انا هموت، حاسس ان انا اجلي قرب، الكلام ده كله. حابس نفسه، ما بيخرجش، ما بيروحش اي تكريم، ما بيروحش اي لقاء، ما بيعملش مسلسلات ولا افلام بسبب المرض النفسي. قلت لكم يا جماعه المرض النفسي اصعب بكتير من المرض الجسدي، فده اللي خلاه كتب وصيته في الوقت ده سبب ان هو يكتب وصيته في الوقت ده يا جماعه. ما عندوش زي ما قلت لكم اي مرض جسدي، الا عنده مرض نفسي وسواس قهري بالموت. بصوا يا جماعه، وصيته ايه بقى اللي بقول لكم مفاجاه من العيار التقيل؟ بصوا يا جماعه، كتب وقال: انا حاسس ان الاجل قرب، انا حاسس ان انا عليا الدور، كل الناس اللي بحبها خلاص بيمشوا مني واحد ورا التاني، كل اصحابي وحبايبي خلاص راحوا، ده حتى ما بقاش الا انا المتواجد الوحيد من مدرسة المشاغبين، يا ريت لو تقدروا تتبرعوا بجزء من ثروتي لمستشفى سرطان الاطفال، وكمان احذفوا كل افلامي اللي انا عملتها مع يسرى والهام شاهين ولبلبه، لاني حاسس ان عملت حاجات غلط كتير، ومش عايز يكون ليا سيره سيئه بعد وفاتي، مش عايز الناس تطلع تنتقدني وتقول عليا كلام كتير زي ما طلعوا واتكلموا على مفيد فوزي، ومحدش كان بيترحم عليه، لما اموت ادعوا لي وترحموا عليا، انا خايف لما اموت ما تقولوش الله يرحمه. بصوا يا جماعه، الموت ما بيخوفش، كلنا لها، يعني كل الناس اللي على 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 الموجوده في الدنيا دي كلها هتموت، المشكله ان انت تموت وربنا مش راضي عنك. بصوا يا جماعه، اللي بيعمل ذنب
وبيندم عليه ندم كبير قوي. والله يا جماعة كده بيبقى هو تاب كده، ربنا ان شاء الله هيغفر له بإذن الله. طالما ندمت على ذنب انت عملته وبتقول يا ريتني ما كنت عملته، ربنا بيغفر لك، ربنا يا جماعة غفور رحيم. ودي كانت وصية الفنان عادل إمام. هتكلم معاكم كمان النهاردة في موضوع انهيار المطرب إيهاب توفيق بعد موت عيلته كلها، أبوه وأخوه، عيلته كلها ماتت يا جماعة، أمه كله. طلع كان في لقاء مع منى الشاذلي، طلع وقال ايه؟ اتعمل لي سحر بمرض اولادي، اهلي كلهم ماتوا بسبب السحر، تلت اولادي عيانين بمرض نادر وغامض. عنده واحد يا جماعة نموه ما اكتملش، وعنده واحد تاني حاجة زي كده ما اكتملتش طبقات جلده، حاجة زي كده يعني، بقالهم 10 سنين بيتعالجوا. اخويا مات وهو عنده 12 سنة، سخن شوية وديناه المستشفى مات في ساعتها. حصل حريق في الفيلا بتاعتي في الدور الاول اللي كان فيه والدي بسبب ماس كهربائي بسبب الدفاية اللي في اوضة ابويا، حاولت انقذه معرفتش، ابويا مات في ساعتها. كمان امي فجأة وقعت وبدون اي اسباب ماتت في الحال. في ناس كتير بتحاربني بسبب شغلي، انا تعبان نفسيا بسبب اللي بيحصل لي، انا حاسس ان حد اذاني واذى عيلتي وده سبب عدم ظهوره. يا جماعة بصوا يا جماعة، تعددت الاسباب والموت واحد، مفيش حاجة اسمها اصلا عيلتي كلها ماتت بسبب السحر، ما فيش حاجة اسمها اصلا في حد باصص لي في عيشتي وعشان كده عيالي ماتوا او ابويا مات او امي ماتت. بصوا يا جماعة زي ما قلت لكم، الموت ده نصيب ومكتوب على الجبين، محدش يقدر يهرب منه، لكن في ناس بتبقى حاطة في دماغها السحر مذكور في القرآن والحسد كمان مذكور في القرآن يا جماعة، بس تعددت الاسباب والموت واحد. لما ساعتك بتيجي ما تقدرش ولا تقدم خطوة ولا ترجع خطوة، خلاص بيبقى اجلك انتهى، لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى منكم تدعوا له يا جماعة في التعليقات، لان بجد الله يعينه، الله يعينه، ما فيش حد يعني فاضل من عيلته كلها، ابوه مات واخوه مات وامه كمان ماتت وعياله يعتبر ميتين لان هم اساسا يعني عيانين بمرض نادر، تعبانين جدا ما بيخرجوش اصلا من المستشفى، بقالهم 10 سنين محجوزين في مستشفى في امريكا يا جماعه بيتعالجوا من المرض اللي عندهم. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه، والناس اللي بتطلع تقول لي اخبارك ايه، مصدرك يا جماعه، اللي شاكك في اي خبر اقول لكم للمره الالف يخش يبحث ويشوف وهتلاقوا الخبر اللي انا بقوله لكم. انا ما بجيبش الاخبار دي من دماغي او بيجيلي كده حاجة كده فجأة تقولي الاخبار، لا يا جماعة انا بخش وابحث وبتحرى الخبر قبل ما اتكلم عليه. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة.